التطور العضوي الجزء العاشر واحتمالية تكوين دي ان ايه في الطبيعة. طب ندرس احتمالية تكوينه. الكلام اللي قلناه من شوية صغيرة، مشكلة الفوسفات ومشكلة عدم التركيز ومشكلة الأوزون وكل المشاكل دي كلها تؤكد ان احتمالية تكوين القواعد النيوكليوتيدية في الطبيعة صفر. وعرفنا تجربة أور لتصنيع القواعد النيوكليوتيدية دي ما انتجتش حاجة تشبه الطبيعة. لكن تجربته طبعا هي مش الوحيدة، يوجد تجارب أخرى ولكنها أكثر تعقيد من تجربته، فبالتأكيد هي لا تشبه الطبيعة. في تجربة تانية كانت سنة 1984، هي لا تشبه الطبيعة في أي شيء. علشان كده أحد علماء التطور كان ليه مقولة مهمة في هذا الأمر، بيقول إيه؟ ده ديكرسون بيقول: تصنيع شيء في المعمل بطريقة معقدة يؤكد استحالة احتمالية وجوده في الطبيعة. معايا؟ يعني لو عرفنا ننتج حاجة في المعمل بطريقة معقدة باستخدام أجهزة كتيرة وفي خطوات كتيرة، هو في الحقيقة ده مش دليل على أن هي ممكن تتكون في الطبيعة، ده دليل عكسي، ده دليل يؤكد استحالة تكوينها في الطبيعة. الكلام ده تقدروا ترجعوا له في كتاب Chemical Evolution and Origin of Life، اتنشر في المقولة دي في Scientific American في صفحة 70. ستانلي ميلر بتاع التجربة بتاعت إنتاج الأحماض النووية لو تفتكروا، صاحب تجربة ميلر المشهورة اللي شرحتها قبل كده في الأجزاء السابقة، في 8 أجزاء اللي فاتت، فأعتقد في الجزء الثالث، أيضا درس القواعد الأربعة أدينين وجوانين وسيتوزين والثيمين، ووضح إشكالية مهمة قوي. الأدينين والجوانين بيحتاج تصنيعهم في المعمل بتصنيع معقد يحتاج تجميد، بينما يحتاج السيتوزين واليوراسيل يحتاج غليان. ده أبحاث ستانلي ميلر، تقدروا تقروا النص بتاعها، وأدي قدام حضراتكم المرجع لو عايزين تراجعوه. الكلام ده برضه اتنشر في مجلة نيتشر عدد 375. فدي برضه مشكلة تضاف لبقية المشاكل اللي تخالف الطبيعة. فازاي في الوقت الارض اللي كانت حرارتها سخنة جدا مليانة بالبراكين زي ما بيورونا والمية بتغلي، المركبات المطلوبة محتاجة تجميد، ومش كلهم محتاجين تجميد، بعضهم محتاج غليان وبعضهم محتاج تجميد في نفس الوقت. ازاي ده يتكون في الطبيعة؟ ازاي غليان وتجميد في نفس الوقت مع بعض في نفس الطبيعة في الكرة الأرضية حسب مزاعمهم اللي كانت ملتهبة جدا في البداية؟ أيضا زي ما قلت لحضراتكم، انخفاض الضغط مع الأكسجين محتاجينه عشان يكون أحماض أمينية مع عدم وجود أكسجين. علشان كده كتير من العلماء وضحوا إن لا، ده صعب إنه أو مستحيل إن احنا نقول الشريط النووي ده تكون في الطبيعة، زي كتاب Origin of Life and Evolution of Biosphere وغيرها من المراجع قدام حضراتكم. فهل يا ترى كان الغلاف مناسب للأحماض الأمينية وضد قواعد النيوكليوتيدية، أم يكون كوننا أدمين ويمنع تكوين الأحماض الأمينية؟ تعرفوا ردوا قالوا ايه بعض العلماء علشان يرد على هذا الامر؟ هم ممكن يعترفوا باي حاجه فيما عدا وجود اله خالق، لان هو ده اختاروا رفض وجود اله، وبيحاولوا يعللوا بعلل واهيه عدم وجوده. عارفين اقترحوا قالوا ايه؟ قال احتمال يكون بعضها تكون في الفضاء والتاني تكون على الارض وتلاقوا مع بعض. عارفين احمد وناديه وبيصرخوا اهو، واحد اتكون في الفضاء فوق وكان التاني اتكون على الارض وقابلوا بعض وتم الزواج السعيد ما بين القواعد النيوكليوتيدية. بالكلام ده مش بقوله كلام، مش بهزر صدقوني، ده كلام مكتوب في مراجع بتاعه مؤيد التطور، ده مجموعه علماء بيقولوا هذا الكلام مش كلامي. ده يؤكد احتمالية تكوين القواعد النيوكليوتيدية حتى الآن
هو احتمالية صفر. لكن هنتمشى مع ادعاء ان هي ممكن تتكون، هنتنازل عن كل اللي قلناه خارق للطبيعة، سوبر ناتشرال، حاجة حصلت خارقة للطبيعة جعلت السيانيد تركيزه عالي في المية، وحاجة خارقة للطبيعة قللت الضغط، وحاجة خارقة للطبيعة حلت لي مشكلة الأكسجين، وحاجة خارقة للطبيعة فصلتهم عن بقية المواد، وحاجة خارقة للطبيعة حلت مشكلة الغليان والتجميد في نفس الوقت، وحاجة خارقة للطبيعة حلت مشكلة الكالسيوم مع الفوسفور، وشيء آخر خارق للطبيعة كون المحفز القاعدي المطلوب السالب. هنتنازل عن كل ذلك ونقول إن هم اتكونوا، علشان لأجل فقط النقاش. كويس؟ طيب تربطوا ازاي مع بعض؟ استاذ او استاذه منى مور، يا ريت ترفع ايدك، او ترفع ايدك تبقى بركه كبيره وتحت امرك في هذا الموضوع، ده موضوع رائع جدا على فكره، وضدكم مش معاكم. المهم بعد ده، ودايما تلاحظوا حاجه من اخواتنا الاحباء الملحدين لما يجوا هنا في الروم ويكون بنتكلم في موضوع، رغم ان هم بيجوا نادرا، في ملحوظتين بلاحظهم. الحاجه الاولانيه دايما يسالوا في حاجه تانية غير اللي بنتكلم فيها، ولو بنتكلم في حاجه تانية هيسالوا في الحاجه اللي اتكلمنا فيها زمان دايما، يعني النقطه اللي احنا بنتكلم فيها دي مش هيتكلموا فيها، ومعظمهم مش هيرفعوا ايديهم، هو بس يرمي كلمه على التكست يمكن تشوش على الناس، بس كويس مش مشكله، احترام لكل الناس. طيب هندعي رغم كل هذا الكلام انه بالفعل الادينين والجوانين والسيتوزين والثايمين اتكونوا، معلش for sake of arguing. يتربطوا ازاي مع بعض؟ عشان يتربطوا مع بعض نفس المشكله ومشكله الميه، زي ما درسنا قبل كده، كتير من الاحماض الامينيه عشان يتربطوا مع بعض في البوليبيبتايد محتاج نزع مياه، يعني في وسط لا مائي، برضو ترابط النيوكليوتيدات محتاج تنزع ميه، بس هم المفروض يتكونوا جوه ميه، ازاي ربطهم مع بعض يحتاج نزع ميه؟ ده يؤكد ان ايضا احتماليه تكوينهم صفر. ان هم يتربطوا مع بعض في سلسله تفاعلات دقيقه ده خطا، كل ده يؤكد عدم وجود الشريط او الشريط النووي لوحده في الطبيعه، لازم يكون اله خلقه. ايضا ايه الوسيله اللي جعلتهم لما يترتبوا مع بعض، حتى لو هنفترض ان حاجه خارقه للطبيعه عرفت تنزع منهم ميه رغم ان هم في الميه، لكن ما علينا. ايه الوسيله اللي جعلتهم يترتبوا بالطريقه المطلوبه زي حروف القرايه؟ على سبيل المثال صدفه حصلت كونت حروف، حروف الهجاء اللي انتوا عارفينها سواء العربي او الانجليزي. ازاي الحروف دي هتنتظم بشكل مطلوب في قراءه كلمات مفهومه؟ وايه اللي لما ابتدت تتكون، يعني اتكونت حروف صدفه والحروف الصدفه دي ابتدت تترتب. كلمه الحروف مثلا المكونه قدام حضراتكم دي اهي من 6 حروف. ايه اللي رتبها؟ وايه اللي رتبها وخلاها كمان تقف عند حرف الفاء ما تكملش؟ ايه اللي خلاها كمان تقف ما تحطش حروف زياده ملهاش لزوم؟ فعلا استاذ كيمي، ربنا يبارك حضرتك. اللي يفعل ده في الخليه حاليا الانزيمات المعقده اللي تعبر عن ذكاء صممها، مصمم ذكي، لكن ايه اللي يؤدي هذه الوظيفه في الطبيعه؟ فيجب ان تكون الانزيمات والظروف 100%، ما هو المطلوب، والا لن يتكونوا ومن المحال ان يوجد في الطبيعه. ده مش كلامي بس، بل ايضا اعترافات علماء التطور انفسهم زي دي واتس وغيرهم، اللي يقول لنا يا اما 100% من الظروف المناسبه فقط هي المطلوبه، ولكن الكيميائيين واضح انهم غير قادرين لانتاج هذا لتصنيع عديد النيوكليوتيدات، وهم بالكليه غير قادرين على تقدير الحجم والشكل.
ده نص كلامه قدام حضرتك في كتابه عن Chemistry and the Origin of Life and Life on Earth فوليوم 4 صفحة 21. حتى في المعمل معد بأعقد الأجهزة وأكثرها تطور ما تستطيعش أن تنتجهم وترتبهم بدون إنزيمات، فإزاي تتوقع بعض المية والطين والوحل والرمل والكلام ده كله أنتجهم وكمان ربطهم بطريقة ذكية معبرة عن لغة؟ الكلام ده يشهد عن وجود ذكاء لمصمم ذكي، بل استشهد بعلماء الفضاء الحاليين الغير مؤمنين اللي بيقولوا لنا الآتي. هم في أثناء بحثهم على ذكاء في الفضاء دايما بيقولوا لنا إيه؟ الأشياء الغير عشوائية تشهد على وجود ذكاء. Non-random pattern would demonstrate intelligent، يعني يبحثوا في الفضاء عن أصوات مميزة، عن أشكال مميزة، حاجات غير عشوائية عشان يقولوا إن في حياة في الفضاء، لأن الأشكال أو الأشياء الغير عشوائية في الفضاء المفروض تشهد على وجود عقل أو ذكاء في الفضاء من كائنات عاقلة. طب ما هو بنفس المبدأ، الأشياء الغير عشوائية اللي في الخلية تشهد على وجود ذكاء في تصميمها بنفس المقياس. مش معنى بتقبلوا الكلام ده لما يقولوه علماء الفضاء في أثناء بحثهم عن كائنات فضائية وترفضوا الكلام ده اللي موجود قدام عينيكم في الخلية. أي أشياء منظمة غير عشوائية تشير لوجود ذكاء، زي ما قال كارل سيجن، رسالة بها محتوى معلومات في كلماتها هي إنتاج ذكاء فقط. الدي إن إيه رسالة فيها محتوى معلومات ذكية، محتوى كلمات واضحة، يبقى ده اللي إنتاجها ذكاء. أي رسالة بها محتوى معلومات يشهد على وجود ذكي عاقل أنتجها. ده يؤكد أن الصدفة والتطور ليس صحيح، بل المصمم الذكي الخالق ده يشهد على دقة عمله. زي فريد هويل شهد أنه لازم يكون العمل البيولوجي ده كيان أذكى وأعلى مننا. To involve purpose، ده يعني في قوة ذكية intelligence higher than our own. أيضا أحد العلماء المهتمين بالمجال ده هو دكتور تشارلز كارتر، أيضا حديثا أعلن في مؤتمر أنه غير محتمل جدا تكوين RNA في الطبيعة. ده كلام غير محتمل بالمرة، هذا المرجع اللي حبي يراجعه ويتأكد من كلامه، ده الكلام ده اتنشر في sciencedaily.com. أيضا بعض العلماء، أحد العلماء قدم مثال قال زي لو رحت محل أدوات بيه مسامير وغيره، وصدقت أن أنت لو تركت المحل ده اللي مليان مسامير وخردة وسبته زمن طويل جدا بملايين السنين هيتجمع منه مكونات مكوك فضاء بالصدفة ويطير بدون مهندس. أيضا لو ذهبت إلى محل كهربائي بشوية أسلاك ومفاتيح وغيرها وصدقت أن أنت لو قفلت المحل ده وسبته فترة طويلة جدا من الزمن المحل ده لنفسه هيكون كمبيوتر دقيق يعمل بالصدفة. أدي نص الكلام اللي يحب يراجعه قدام حضراتكم. أيضا إشكالية كبرى في الموضوع ده أن التفاعلات حتى المخالفة لظروف الطبيعة خارقة للطبيعة سوبر ناتشرال هي الحقيقة مش هتكون لي RNA بس، ده التفاعلات دي اللي هي ضد الطبيعة بس بتكون أشكال مختلفة من نيوكليك أسيد، بتكون عند GNA و TNA و PNA بالإضافة لل RNA. فزاي تكون وبقى ال RNA بس والأشياء دي ليست لها وجود، زي ما اتكلمنا على إشكالية الأحماض الأمينية اليسارية بس رغم أنه التفاعلات تكون أحماض أمينية يمينية ويسارية في ظروف مخالفة للطبيعة، لكن الحياة تستخدم الأحماض الأمينية اليسارية بس. أعود مرة تانية إلى تركيب الشريط النووي وأتكلم باختصار شديد وأختصر في كلامي لأن أعتقد حضراتكم فهمتوا الفكرة أو الأفكار دي لما اتكلمنا بالتفصيل عن الأحماض الأمينية وتكوين البروتين. كل القواعد اللي تكون الديوكسيرايبونيوكليك أسيد أو الـ DNA،
المهم علشان ينتج كود جيني بيحتاج لترابط القواعد مع بعض دي حسب حاجات مطلوبة خاصة جدا بدون خطأ واحد، لا في الترتيب ولا بالإضافة ولا بالحذف. هنا هتكلم عن احتمالية تكوين جين واحد في الطبيعة. هفترض الطبيعة أنتجت RNA من جين واحد بس عشان ينتج بروتين واحد، ومش هاخد جين كبير بل هاخد أقل من أبسط جين، هاخد بس 500 قاعدة فقط كمثال توضيحي. 500 قاعدة مترتبين في شريط RNA عشان يكونوا أبسط جين، رغم أن هو الأبسط جين أقل من ذلك، أبسط جين يوصل للألف، لكن هفترض 500 قاعدة بس، قواعد من أربعة اللي هو أدينين وجوازين جوانين وسيتوزين والثيمين AGCT. الأربع قواعد دول هيترتبوا في الثلاثة ثلاثة ثلاثة، كودون 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 ACC GTA TCG وهكذا. القاعدة الواحدة بترتيب صحيح، يعني لو عايز الترتيب ACC بس ترتيب صحيح هو ده المطلوب بالنسبة لي كبداية، هو احتمالية صح من 64 احتمالية خطأ. ازاي؟ لان هو متكون من 3 تبادل 4، يعني 4 في 4 ب 16، 16 في 4 ب 64. يعني اول كودون من 3 حروف بس ده احتمالية واحدة صح من 64 خطأ. عشان اكون ال 500 قاعدة هو احتمالية واحدة صح من احتماليات خطأ تساوي 2.6 في 10^300 خطأ. أوبا، يعني احتماليتين، يعني احتمالية واحدة صحيحة من احتماليات خطأ تساوي 2.6 2 وقدامها 300 صفر. تخيلوا احتماليات خطأ. يعني أنا لو عايز الطبيعة تنتج لي أول جين بالصدفة بغض النظر عن كل الظروف اللي هي خارقة للطبيعة سوبر ناتشرال، ولكن حتى لو هتكلم على احتمالية الترتيب الصحيح، أنا عايز ترتيب صحيح من 500 بالترتيب بالظبط اللي أنا عايزه عشان يطلع جين معبر واحد. ده احتمالية واحدة صح من عدد احتماليات خطأ تساوي 2 وقدامها 300 صفر خطأ. كل دي تخيلوا علشان يطلع معايا جين واحد صغير جدا ينتج بروتين قصير أقل من الطبيعي. وأي خطأ واحد في كود، يعني بدل ACC في البداية يبقى فيه خطأ واحد، ده قاتل، لأنه هينتج يا إما بروتين خطأ يقتل الكائن أو لا ينتج بروتين أصلا اللي هو برضه قاتل الكائن. أذكركم ببعض الأرقام اللي قلتها لحضراتكم قبل كده في احتمالية تكوين بروتين واحد بس بسيط. لما قلت لحضراتكم كل الكلمات اللي اتنشرت في كتب على الكرة الأرضية من بداية الكتابة وحتى الآن توازي تقريبا عدد كلمات 10^20 بس. عدد رمل البحر يساوي 10^22. عدد النجوم اللي مرصودة ومتلاحظة حتى الآن واتحسبت في الكون كله 10^22. ده عدد رمل البحر وعدد النجوم. عدد قطرات المية اللي موجودة في الكرة الأرضية 10^26 نقطة مية. قوة الشمس بالشمعة candle power of sun تساوي 3^10^27. diameter بتاع الكون بالبوصة 10^26 الكون بالكامل the universe. عدد ذرات الهيدروجين في الكون 10^78. عدد الإلكترونات والبروتونات والنيترونات اللي موجودة في الكون اللي حسبوها العلماء 10^80. وزي ما قلت لحضراتكم قبل كده أي رقم احتماليته محتاجة احتماليات أكبر من 2^10^30 ما يحصلش في الطبيعة.
وأي رقم احتماليته هو احتمالية أقل من 1 في 10 أس 50 هو بعلم الإحصاء مستحيل الحدوث واحتماليات الصفر. ويقول لنا علم الإحصاء يكون في صالح المتساءل وليس المفترض. يعني it gave benefit of the doubt. علشان يتكون عندي جين واحد صحيح بالترتيب المطلوب من 500 قاعدة بس أبسط من أي جين موجود في أي كائن، هو احتمالية واحدة صحيحة من احتماليات خطأ 2 في 10 أس 300. ده علميا حسب علم الإحصاء مستحيل ولا يتكون في الطبيعة. أعود مرة تانية إلى عمر الأرض. يعني الاحتمالية يتكون جين واحد بس ورغم هو لا كافي للحياة وضد ظروف الطبيعة لأنه سوبر ناتشورال وهكذا، ده علميا مستحيل حسب علم الإحصاء، ده لا يحدث في الطبيعة ومستحيل. بس أنا اللي حسبته ده حسبت كل الاحتماليات. أعود إلى عمر الأرض مرة تانية. عمر الأرض اللي هو المفترض 4.5 أو 4.5 أو 4.6 بليون سنة بعدد الثواني هو يساوي 141 أو 142 كوانتليون ثانية أو 1.41912000000000000 أو ما يساوي 142 كوانتليون سنة. طبعا مليون اللي هو ده، بليون، تريليون، كوانتليون، أوكي؟ ده الزمن المتاح للأرض من بداية تكوين الأرض حسب ادعاء معيد التطور وحتى الآن. علشان الطبيعة الغبية الغير موجهة الغير عاقلة الغير حكيمة تفضل تحاول تنتج لي جين واحد بس من 500 قاعدة أقل من الجين الحقيقي بترتيب واحد مطلوب صحيح، ما يحتملش الخطأ لأن خطأ واحد ما ينفعش. يعني أنا محتاج كام جين تنتجهولي الطبيعة في الثانية من تركيبات مختلفة خطأ عشان يمكن يصدف معاها ويطلع واحد صح. عدد احتمال الجينات اللي مطلوب من الطبيعة تنتجها في الثانية من أول الكرة الأرضية ما ابتدت تتكون وحتى الآن يكون عددها 55 في 10 أس 285 جين خطأ في الثانية. متخيلين؟ اللي فهمني لغاية دلوقتي يكتب لي 7، اللي مش واضحة قدامه يكتب لي 5 واشرحها مرة تانية. أنا محتاج الطبيعة من بداية ما تكونت الأرض من 4.6 وحتى الآن بمعدل كل ثانية تنتج لي عدد جينات خطأ الطبيعة بالصدفة في الثانية الواحدة 55 في 10 أس 285 جين خطأ عشان يطلع منهم واحد صحيح اللي مطلوب جين واحد. يعني كل الاحتماليات الخطأ دي تفضل باستمرار شغالة في الثانية الواحدة 55 قدامها 284 صفر في الثانية. طبعا محتاجهم ينتجوا في مكان صغير عشان يكونوا مناسبين كبداية شريط الدي ان ايه او الار ان ايه الصغير بجين واحد بس. ده الجينات في الثانية الواحدة عشان يحدث انتاج مرة واحدة لهذا الجين الصحيح مرة واحدة من بداية الكرة الأرضية وحتى الآن عشان يكون مناسب للحياة مع بقية الجينات اللي المفروض تتكون معاه ولسه ما تكلمناش عن احتمالياتها. طبعا ده حتى غير مناسب للتطور لأن احنا بنحسب من بداية الأرض حتى الآن، رغم انه مش بنحسب من بداية الأرض لبداية ما ظهرت الحياة اللي هي من 3.5 بليون سنة ماضت زي ما بيدعوا، ده يضعف الاحتماليات جدا.
معلش انا انسان غبي يا اخوه الملحدين، معلش ما انا بامن بالاله الخالق، فعشان كده انا في نظركم غبي. ما هم بيقولوا اي انسان بيؤمن بالسوبر ناتشرال وبالاله الخالق يبقى انسان غبي. انا انسان غبي، احتمل السؤال الغبي. ما هي القوة الطبيعية بدون حياة، بدون تنظيم، بدون خبرة، بدون عقل، بدون حكمة، بدون هدف، اللي استمرت من بداية الكرة الأرضية وحتى الآن في إنتاج هذا الكم الضخم من التركيبات المختلفة من الأكواد اللي يساوي 55 × 10^285 في الثانية الواحدة في المكان الواحد من أول ما تكونت الأرض وحتى الآن مستمرة عشان يمكن يصدف معاها ويطلع الجين مرة واحدة صح، رغم أننا لا نراها على الإطلاق ولم نكتشفها ولم نشعر بها، رغم أنها المفروض تكون مستمرة. فين ده؟ ده احنا عدد الذرات الهيدروجين في الكون أو عدد البروتونات والإلكترونات في الكون هي 10^80. أنت محتاج تكون جينات 10^285، يعني بلايين البلايين 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 من أضعاف عدد الذرات في الكون عشان يطلع لك جين واحد صح. طب اسمحوا لي بسؤال أغبى من اللي فات، ما أنا معلش إنسان بؤمن بإله خالق، فبالنسبة لكم أنا إنسان غبي ما بفكرش. سؤال تاني أغبى مني، إيه هو؟ لو حدث وتكونت الاحتمالية دي في البليون الأولاني من عمر الأرض، إزاي بقي الجين السليم الصح لمدة بليون سنة نستني بداية الحياة بدون ما يتأكسد، بدون ما يتحلل، بدون ما يتكسر برطوبة، وبدون ما يتأثر بالأشعة الكونية وبغيره؟ إزاي قاعد مستني؟ سؤال أغبى من اللي فات كله. لو اتكون الجين ده في مكان بعيد شوية من سطح الكرة الأرضية عن المكان اللي مطلوب نطلع منه الكائن الأولي اللي ابتدى ينقسم ذاتيا، سيلف ريبليكيتد مايكرو أورجانيزم، ده الأولاني اللي بدأ رحلة التطور، إزاي يا ترى انتقل الجين السليم ده بدون تكسير إلى المكان اللي أنا محتاجه عشان يتربط مع بقية الجينات أو غيرها اللي أنا ما حسبتش احتماليتها لغاية دلوقتي عشان تبدأ الحياة؟ بروتين بسيط من 300 حمض اميني يحتاج جين على الدي ان اي طوله 1000 قاعده من النيوكليوتيد. يعني بروتين بسيط 300 بس، انا ما بتكلمش على البروتينات اللي بتوصل ل 27000 حمض اميني، انا بتكلم على بروتين بسيط جدا 300 حمض اميني. ده بيحتاج جين طوله 1000 قاعده نيوكليوتيديه عشان ينتج البروتين ده. الجين ده اللي طوله 1000 قاعدة ده محتاج بالاحتمالات، هو احتمالية واحدة صح من عدد احتماليات خطأ عددها 10^600. عارفين 10^600 ايه؟ يعني واحد قدام 600 صفر، يعني تفضل الطبيعة تنتج في كمية رهيبة لا تتخيلوها من الجينات الخطأ عشان يطلع بس جين واحد صح بترتيب 1000 صحيح. الرقم الاخراني ده مش من حسابي انا، اللي فات ده من حسابي انا، الرقم الاخراني ده من حساب احد العلماء فرانك لما حسب الموضوع ده، والكلام ده اتنشر في Doubt About Modern Scientific Theory of Evolution American Biology، والكلام ده هتلاقوه مشروح بالتفصيل من صفحة 336 لصفحة 338. وايضا لو عملنا في نفس الامر، طب ده المفروض الاحتماليات دي كلها على عمر الكره الارضيه، لو قسمناها على عدد الثواني من بدايه الكره الارضيه وحتى الان اللي هي 4.6 بليون سنه، بعدد الثواني اللي هو يساوي 142 كوانتليون ثانيه، المفروض عندي الطبيعه بتنتج كل ثانيه 10^583 كود غلط، يعني واحد قدام 583 صفر لدي ان ايه في الثانية الواحدة من اول الكرة الارضية وحتى الان عشان تطلع احتمالية واحدة صح من احتمالات الخطأ دي كلها. هيكون مخالف للطبيعة، لا يعمل لوحده بدون بقية المكونات وبدون الانزيمات ولا غيره، وهيبقى سوبر ناتشرال، ولكن برضو احتماليته مستحيلة. مع ملاحظة كل اللي نتكلم عنه ده شيء غير حي،
ودي كارثة تانية لوحدها، خليها على جنب لسه، دي كارثة، دي مصيبتها مصيبة دي. حتى لو تنزلنا عن كل الأشياء لتؤكد عدم حدوثه، بالاحتمالات نحتاج إن ده الجين ده اللي من 1000 قاعدة يفضل يتكون بمعدل 10^583 جين في الثانية الواحدة خطأ عشان يطلع واحد بس صح. طبعا ده بلايين البلايين البلايين أضعاف نسبة الاستحالة في علم الإحصاء. ما خلاص بقى تعدينا نسبة الاستحالة من زمان. كل اللي قلته عن النسبة دي فقط لتكوين جين، فقط جين لبداية الحياة. نفس الكلام ده ورجاء محبة تركزوا معايا لأنه هام جدا الجاي اللي أنا هقوله دلوقتي. نفس الكلام ده ينطبق على التطور لإنتاج جين من العدم ليس له وجود سابق، يضاف على المحتوى الجيني ليتطور كائن إلى كائن آخر. الجد المشترك للقردة والإنسان اللي هو قرد، هذا القرد القديم ليتطور ويصبح إنسان محتاج جينات وراثية ليس لها وجود سابق. ليه؟ لأن أنا ابتديت بكائن بسيط جدا وحيد الخلية، أدوبك فيه شريط نووي صغير من قوي، جينات قليلة، وبيتطور بيكتسب جينات من العدم ويتحول من البروكاريوتيك أو وحيد الخلية البسيط إلى أيوكاريوتيك اللي هي وحيد الخلية بس معقد شوية، إلى عديد الخلايا، إلى الاسفنجيات، إلى الأسماك والسمكة اللي طلعت مشت على شاطئ البحر وابتدت تكتسب صفات أكتر، برمائيات، زواحف، والبرمائيات إلى زواحف، من زواحف إلى ثدييات وطيور لغاية ما وصلنا للإنسان. طبعا الإنسان جيناته أكتر بكتير جدا من جينات وحيد الخلية البروكاريوتيك. البروكاريوتيك في 3 مليار سنة أو 3.5 مليار سنة محتاج يكتسب كم من الجينات من العدم ليس لها وجود سابق علشان يوصل إنسان. احتمالية كائن يكتسب جين من العدم ليس له وجود سابق يضاف على محتواه الجيني، يعني مش جين يتلف، مش جين يتنوع، مش جين ينتقل من مكان لآخر. أنا لا أتكلم عن التنوع، التنوع موجود وبيحصل. وفي جزء مهم على فكرة اللي كان بيسأل من شوية صغيرة عن الريترو فيروس، كنت لسه هدخله في الكارثة دي بس هو مشي من شوية صغيرة معلش. احتمالية جين ليس له وجود سابق، وده أكررها مرة تانية، يعني ممكن جين يتغير، ممكن جين يتلف، ممكن جين يتنوع، ممكن جين تعبيره يختلف لكن نفس المحتوى الجيني، لكن جين ليس له وجود سابق يضاف على المحتوى الجيني عشان يتطور جنس الآخر ده مستحيل، لأنه ينطبق عليه نفس الاحتمالات السابقة اللي قلت لحضراتكم عليها. جين جديد من العدم عشان يتحول الخلية البسيطة قوي بجينات قليلة قوي لإنسان معقد بجينات ضخمة جدا في الخلية بتاعته، ده يتعدى نسبة الاستحالة. فالتطور اللي يعتمد على الكائن الأولي اللي بدأ ينقسم ذاتيا بجينات بسيطة وتطور إلى خلية معقدة احتوت على جينات أكتر، لو حسبنا احتمالية أن يضاف إليه جين واحد فقط من العدم عشان رحلة التطور من الوحيد الخلية للعديد الاسفنجيات لأسماك برمائيات زواحف ثدييات وطيور وهكذا، ده مستحيل. علشان أنا يكون عندي جين واحد يضاف له هو ما كانش له وجود سابق من 1000 قاعدة جينية بالترتيب الصحيح، هو احتمالية واحدة صحيحة من عدد احتماليات 10^600 خطأ. ده بعلم الإحصاء مستحيل، يعني التطور مستحيل بعلم الإحصاء. اللي عنده دليل عكسي يا إخواتي الأحباء الملحدين أنا مستعد أسمعه، وكلامي ده دلوقتي وقلت لحضراتكم ده هيكون مهم جدا، لأنه مش بيتكلم بس عن احتمالية تكوين الشريط النووي بالصدفة في الطبيعة بدون إله خالق، ده أيضا عن احتمالية التطور باكتساب جين ليس له وجود سابق عشان القرد يبقى إنسان، عشان السمكة تبقى زاحف ولا برمائي، ده مستحيل.
اللي هيقول لي لا مش مستحيل وقول غير محتمل، قول اللي انتوا عايزين تقولوه، بس اثبت لي ان ممكن دي الاحتماليه دي تحصل. تخيلوا انه انسان دي محتوى جيني، الانسان ممكن تعبيرات الجينات تختلف، ممكن جين يتلف، او ممكن جين يتغير، او ممكن جين يعبر عن صفه مختلفه، او ممكن جين بالتزاوج او بغيرها يتحول الى صفه مختلفه شويه، وتلاقي الانسان يطول يقصر يبيض يسمر يحصل فيه عيوب وراثيه يحصل فيه مناعه واتيفر، لكن نفس المحتوى الجيني ما يسمى بالجينيتك بول. اما ان انسان يكون في جين ليس له وجود سابق يكتسبه من العدم، علم الاحصاء مستحيل. عشان انسان يكتسب جين واحد بس من 1000 قاعده، جين بسيط جدا، عشان ينتج صفه جديده ليس له وجود سابق، وهذا جين يكتسبه زي ما بقول من العدم، ليس بسبب تلف ولا تزاوج ولا تنوع، لكن جين من العدم ليس له وجود سابق، ده مستحيل علميا. عشان كده عالم الرياضيات وبرمجة كمبيوتر اسمه شوتزنبرج حسب بالكمبيوتر بناء على ظروف مختلفة ان فرضية تكوين دي ان ايه بسيط بطريقة عفوية هو 1 صحيح في 10 أس 1000 خطأ، وهو بناء على علم الرياضيات دي فرصة معدومة no chance، بل بالعكس هي الفرصة دي اقل من امكانية بقائه بكثير جدا. There is no chance to see mechanism single change characteristic in DNA appear spontaneously. ونفس الاحتمالية أيضا على احتمالية أن يضاف طفرة ليس لها وجود سابق من العدم. There is no chance بالكمبيوتر لما يحسب الاحتماليات دي أن صفة تحصل أو تظهر من العدم عن طريق جين يضاف من العدم ليس لوجود سابق بالصدفة أن يظهر appeared spontaneously. There is no chance for that. وحتى لو حصل وده خارق للطبيعة، ويبقى علم الإحصاء ضد الإحصاء وضد الرياضيات والكلام ده كله، ده أقل بكتير من احتمالية أن هو يفضل. ده الكلام ده على Mathematical Challenge to the New Darwinian Interpretation of Evolution صفحة من 73 ل 75. بل أكمل وقال، وده مش مسيحي على فكرة، ده مع التغاضي عن فواصل ضخمة تؤكد استحالة حدوث هذا الخارق للطبيعة، ولا يوجد أي شيء يعبر عن هذه الفواصل مثل استحالة اتصال النيوكليوتيدات في الماء وغيرها من الفواصل اللي قلت لحضراتكم عليها. هو ايضا وضح زي ما قلت لحضراتكم نفس المثال ينطبق على الطفرات الجينيه، عشان تطلع عندي طفره جينيه جديده لجين جديد ليس له وجود سابق، اكرر تنوع بيحصل، بيحصل، ممكن جين يعبر عن صفات مختلفه، ممكن نفس الجين، ممكن متبادلات مختلفه للجين اللي موجود بالفعل، ممكن جين ينتقل من نوع لنوع تاني من البشر مفيش مشكله، لكن جين، وأكرر الكلمة، أنا أتكلم عن جين ليس له وجود سابق، جين جديد ملوش وجود سابق، عشان يظهر ويعبر عن صفة جديدة فيتطور جنس لجنس آخر، هو نفس الاحتمالية الخطأ، احتمالية واحدة صحيحة من احتماليات خطأ عددها 10 أس 1000. وأيضا there is no chance. There is a one chance في 10 أس 1000 chance that just one mutation could be beneficial and improve DNA. احنا بنتكلم على واحد قدامه 1000 صفر احتماليات خطأ. لذلك لما بقول لحضراتكم التطور ليس علم، ضد قوانين الثيرموداينامكس، ضد قوانين علم الإحصاء، ضد قوانين الطبيعة، ضد قوانين البيولوجي، وهندرس الموضوع ده كمان شويه بالتفصيل فيما بعد في حاجات تانيه، تعرفوا ان حضراتكم ده صحيح. وده مش بس على بدايه الحياه، مش بس على ظهور الدي ان اي او شريط النووي من العدم، ده علشان كمان يضاف على الدي ان اي ده جين ليس له وجود سابق عشان يكتسب صفه جديده.
تخيل الكائن الأولي الوحيد الخلية، وبقي عديد الخلايا وبقي اسفنجيات. عشان الاسفنجيات يطلع عندها عين، العين دي محتاجة كام جين؟ محتاجة تقريبا فوق ال 500 600 جين إن لم يكن أكثر للتعبير. بس كل جين فيهم عشان يتضاف على الاسفنجيات ده مستحيل. فرصة تكوين طفرة مفيدة لجين ليس له وجود سابق، معلومات جينية ومحتوى جيني ليس له وجود سابق، وبكرر الكلمة دي عشان عارفين هيقولوا كلامي غلط ازاي. اهو بيحصل قدامنا التنوع، انا لا اتكلم عن التنوع والمايكرو ايفوليوشن. تنوع موجود، تغير الجين نفسه موجود، الجين نفسه موجود ممكن يعبر بطرق مختلفة. انا اتكلم عن جين ليس له وجود سابق. جين ليس له وجود سابق ليحصل بالطفرة ده منعدم، فرصة غير محتملة على الإطلاق بعلم الإحصاء. عشان كده لما نتكلم على الطفرات، لما أوصل للقسم السادس، احنا في القسم الرابع حاليا، لسه هنتكلم في القسم الخامس على الجيولوجيا، وفي القسم السادس على تطور الحيوانات هنتكلم على الطفرات والانتخاب الطبيعي والأمثلة اللي بيدوها لنا من الطفرات والكلام ده كله. افتكروا المعلومة دي كويس جدا لأنها قاتلة. إمكانية حدوث طفرة جينية من العدم عشان تنتج لي جين جديد من العدم ليس له وجود سابق بالصدفة العشوائية غير محتمل وتتعدى حد الاستحالة. لكن الطفرات المضرة دي كتيرة قوي. جين يبوظ، جين يتلف، جين يحصل له حاجة، جين يتغير، ده موجود وكتير قوي. وكمية الناس اللي بيحصل عندها السرطان ربنا يحمي الكل ويشفي الكل كتيرة قوي وتشهد على هذا الأمر. دكتور لابتوب زي حضرتك بركة كبيرة وجودك معانا هنا في الروم، فرحان جدا ليا فترة طويلة ما شفتش اسم حضرتك، حلو قوي وجودك. كل اللي اتكلمت عليه انا اتكلم على الجين اللي هو ابسط شكل للشريط النووي الدي ان ايه، هو حتى الان غير حي، ده شويه مواد كيماويه لا يستطيع ينقسم ذاتيا لوحده بدون خليه حيه يكون موجود فيها، لا يستطيع ان ينتج بروتين واحد بدون مكونات الخليه. ده اللي هندرسه الاسبوع الجاي ان شاء ربنا يدبر. هنتنازل عن كل اللي قلناه النهارده، وهنتماشى مع ادعاء الاستحاله حصلت وتكون الدي ان ايه الغريب ده لوحده بطريقه خارقه للطبيعه. هل لوحده كده ممكن يبدا الحياه؟ ده اللي هندرسه الاسبوع الجاي ان شاء الله.